صباح الخير من MTV Alive. صباح الخير من MTV Alive للمشاهدين بلبنان بمختلف أنحاء العالم. نهار طبعا كتير مهم بالنسبة للبنانيين، بالنسبة للجيش اللبناني. متأمل أنه تكون هالمعركة يلي عم يخوضها الجيش اللبناني معركة محقة طبعا، لكن نتأمل أنها تكون معركة منتصرة مثل ما قال الرئيس اليوم، وهذا هو أملنا. ومتأمل أنه بأقل خسائر ممكنة تكون عم نوصل للمبتغى. الإرهاب يلي متفشي وين ما كان بكل أنحاء العالم كمان شيء بيدمي القلب، والشهداء كلهم يلي عم يسقطوا وين ما كان بالعالم جراء الإرهاب. طبعا نحن منشد على إيد أهليون، ومنتأمل أنه نقدر نوصل بهالبلد وبهالعالم لمجتمع خالي من الإرهاب. نحن أكيد مواضيعنا اليوم عديدة بأم تي في ألايف، رح نواكب بالرغم من كل شيء كل المهرجانات اللي عم تصير بكل المناطق اللبنانية، كل النشاطات اللي عم تصير بكل المناطق اللبنانية. التحية للحرية، لحب الحياة، ودائما الالتزام بالفرح وبالعيش الكريم. نحن برنامجنا مواضيع عديدة إذن، والبداية رح تكون بعد شيء مع أوروسكوب.